انسل من عتمة المعنى أغيب سدى خلعتن علي لا ظلا ولا جسدا أمشي على الماء هل في الماء من قبس لما بدوت اختفى لما اختفيت بدا يرتد صوت من النار التي اتقدت يا رب يا رب من فينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. نبي مهاب عظيم في وسط عسكره المترامي الأطراف، يعني في وسط هيبة كبيرة، وهو يقودهم في شدته، مع ذلك يتبسم تواضعا وإعجابا لمخلوق صغير فيما يقول، وينقل عنه ذلك التبسم ربنا تبارك وتعالى. فأي شرف وصل إليه ذلك الرجل إلا من تواضعه عند المهابة. هنا نتذكر ذلك الإعرابي عندما استشعر هيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي ليهدئ من روعه: إنما أنا ابن أمة كانت تأكل القديد من مكة. ما هو القديد؟ القديد لحم مجفف يأكله الفقراء، والحمد لله رب العالمين. أكان صوتك إذ ناديتني ولهن أم كنت من صاحبي والنار محض صد